صباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبله هو أن نحمد الله تعالى لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح. أصبحت على حب الله والوطن والناس، أصبحت وأنا أتمنى الخير لكل الناس، وأمنياتي بالصباح الجميل لكل أحبتي. أشرقت أنوار الصباح، فتحت النوافذ، فقبلتني الشمس بأشعتها الذهبية. أحسست بأنها ألقت علي بظلالها أنوار من الأمل والتفاؤل بالنهار إن شاء الله يكون جميلا ومشرقا. صباح يحمل في باطن سماه 1000 أمنية، صباح أستعيذ فيه ربي من كل ضر، وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم. أعانكم الله.